السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة أخرى من وصفات قناة مطبخي من هولندا. وصفتنا اليوم لعشاق المطبخ الآسيوي. اليوم بمشيئة الله غادي نحضروا جميع اللومبيا الآسيوية بالدجاج والخضر. بسم الله على بركة الله غادي نبداو في تحضير الوصفة نتاعنا. اولا كنحتاجوا للصدر نتاع الدجاج، ضروري ما غادي نكونوا منقيين ومزيان غسلينه بالحامض، غسلينه بالملح، حيدين منه الا كاينه باقي لاصقه فيه شي شحمه اولا شي زوائد اللي ما غادي يضيعوا لنا اللذه نتاع الدجاج. صافي، وكنشفوه مزيان، كنقطعوه واحد الشرائح تكون رقيقه على هذا الشكل. هذا شحال ما رققنا هاد الشرائح نتاع الصدر نتاع الدجاج الا والوصفه نتاعنا كتكون ناجحه وكتكون سهله في اللف نتاعها. فواحد الووك او لواحد طنجره كبيره غادي نحتاج لواحد جوج معلقات هكاك نتاع الزيت نباتي، كنقليو فيهم هذوك القطع نتاع الدجاج او هذوك القطع نتاع الصدر نتاع الدجاج او هذوك شرائح الدجاج اللي حنا مقطعينهم رقاق، كنتبلوهم بالثوم غبره، كنديروا الملح اللي ما غاديش نستغناو عليه دائما في وصفاتنا اولا في طيابنا، وواحد شيشه نتاع البزار. صافي، كنقليهم مزيان على واحد النار اللي تكون قويه. ضروري ما دائما في المطبخ، النصيحه غادي نقولها لكم، في المطبخ الاسيوي ضروري ما النار تكون قويه، لا بالنسبه في الطياب نتاع الدجاج او اللحوت ولا بالنسبه في الخضار. كنضيف لهم واحد شيشه نتاع المسحوق الكائي او الكائي بودر اللي كنعرفوه كاملين بانه كيتواتى مع الدجاج وكيعطيه واحد اللذه مميزه. صافي، كنستمر في التحاك على نار تكون قويه، كنستمر في التحاك مزيان حتى كينسجموا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. كنحك فوق منهم واحد القطعه من الزنجبيل الطري، ما كانش عندنا الزنجبيل الطري غادي نديروا واحد تقريبا ما يقارب واحد نص معلقه هكاك من الزن، يعني مسكين جبير البودر اللي كنطيبوا به دائما. وصافي صافي، وغادي نحركوهم دائما، يعني من بعد كل اضافه ضروري متحرك، ضروري ما كنحركوا هاد القطعه كاملين. صافي، كيف ما كنعرفوا كاملين بانه يعني هاد الصدر نتاع الدجاج ما كيشدش مده طويله في الطياب نتاعو. كيف ما كتشوفوا جانبا عندي واحد الطنجره اللي غادي ندير فيها الخضره، درت فيها واحد تقريبا واحد لتر نتاع الماء هكاك يكون غليان، ملحناه القدر الكافي، واحد شي شويه واحد الشيشه نتاع البزار، واحد المعلقه هكاك تقريبا من الزيت النباتي. وغنبدا دابا كنضيف له هذيك الخضر، يعني الخضر اللي غادي نحتاجوها اللي غادي نديروها مع يعني مع مع اللومبيا نتاعنا. درت الكومب مقطعه حتى هو شرائح قليله او لا رقيقه عفوا. صافي، كنرجع لهذاك الدجاج اللي عندي جانبا، كنضيف له واحد جوج نتاع البيضات. انا كنطيب يعني ما ضربه واحده في دقه واحده، كنطيب الدجاج وكنطيب الخضره حتى هي، كنديها كتسلق المده نتاع الماكسيموم نتاع جوج نتاع الدقائق، ما غاديش تعداوها في المغليان. يعني الخضره غادي نضيفها واخا بالتدريج، لان الاخت نتاعي كتساعدني هي اللي تقطع الخضره جانبا. درنا الكومب هو الاول لانه كيشد شي شويه نتاع الطياب، كنضيفو من بعد البصله وكنضيفو الطوقي وكنضيفو الجزر. هذوك البيضات من بعد ما كنحركوهم مزيان حتى كيطيبوا، صافي كنحركهم اولا كنخلطهم مع هذاك الصدر نتاع الدجاج حتى كينسجموا مع بعضياتهم. عندنا البصله خضراء اولا البوقو، صافي كنضيفها حتى هو فوق من هذاك الكومب. عندنا الطوقي اولا بقايم الصوجة كيف ما معروفه في اللغه العربيه، حتى هي كل هاد المكونات كاملين، هاد الخضر كامله حتى حاجه فيهم ما كتشد الطياب. هما هادو لي صوص اللي غادي نحتاجوهم من بعد. كنضيف صلصه المحا اولا اوست صوص، كنضيفها فوق من هذاك الدجاج والبيض، ودائما بالتحقيق من بعد كل اضافه ضروري ما كنحركوا واحد القطيئات من زيت السمسم اللي في الحقيقه ما نتخلاوش عليها في المطبخ الاسيوي، كتعطي واحد اللذه وكتعطي واحد النكهه وواحد الطيبه مميزه للوصفات الاسيويه. كندير هذاك الشراب الزنجبيل اولا السيرو نتاع السكينجبير، ما تواجدناش فما يحتاج، يعني اصلا حنا دايقين سكينجبير طئي او لما كانش عندنا حتى سكينجبير طئي غادي نضيقو يعني سكينجبير عادي واحد نص معلقه نتاع سكينجبير، يعني اللي كنطيبو به طواجيننا وكنطيبو به طيابنا العادي. صافي غادي نكتفيو به. صافي، ضفت دابا الجزر فوق من هذاك الكومب وهذيك البصله ولا هذيك باي وفوق من هذيك الطوقي، والجزاء هو الاخير لانه ما كيتحملش يعني الطياب حتى الخضر، يعني درتهم بالتدريج كل حاجه اللي كتحمل
الطياب يعني كنت كنسبقها، ولكن ما بين دقيقة حتى لجوج دقائق هاد الخضرة كاملة تبقاها في المغلية، يعني غير كتدبل شي شوية صافي كنرشها أولا كنغسلها أولا كان بالماء بائد باش كنوقف لها هذاك الطياب، ومنها كنبائدها لأنني محتاجة باش غادي نعمر هاد اللومبيات هادو. كنضيف فوق من هذاك الدجاج وهذاك البيض اللي كنا تبلناهم ودنا لهم هذوك لي صوص، درت لهم واحد المعلقة نتاع السكر حبيبات صافي، وكنضيف فوق منهم الخضره هذيك الخضره اللي حنايا كنا سبقنا درناها في هذاك المغليان، ما تجاوزاتش واحد جوج تاع الدقائق، ما بين دقيقه حتى لجوج تاع الدقائق ما كنفوتوهاش، خاصها كل حاجه كتبقى شاده على راسها. كنضيف فوق منهم واحد المعلقه هكاك تقريبا صغيره نتاع الخل، الخل نتاع اوز ما كانش عندنا فما يحتاجش نديروه، والملح الصيني حتى هو الا ما كانش عندنا غادي نديروه، غادي نصحوا الذوق غير بشي شويه نتاع الملح عادي، الملح اللي موالفين كنطيبوا به صافي. كنخليهم يعني كنمزجهم مع بعضياتهم غير واحد المده قليله، غير واحد جوج تحقيقات ثلاثه هكاك. هما هادو لي صوص اللي انا استعملتهم في هذه الوصفه هذه، موجودين في جميع المحلات التجاريه مع اللوازم او مع المكونات نتاع المطبخ الاسيوي صافي. عند استعملت الورقه دابا غادي نبدي كنلف القطع نتاع اللومبيا نتاعي، استعملت الورقه الاسيويه حتى هي حتى دائما وصفه اسيويه، داكشي علاش كلشي خاصو يكون اسيوي صافي. كنجمعهم وكنغلقهم بهذا الماء والطحين، بخليط نتاع الماء والطحين. انا غادي نقليهم هاد اللومبيات، ما كنت بغيتوش تقليوهم، بغيتو ديوهم في الفران تقدروا، انما ولكن هاد الورقه هادي ضروري ما كندهنوها بالزيت، عاد كنحطوا فيها هذاك الحشو وما كنغلقوهاش بهاد الخليط نتاع الماء والطحين صافي، غير كنلفوها على بعضياتها كنستفوهم في واحد الصينيه وكندخلوهم لواحد الفران يكون سخون. انا في الحقيقه غالبا اللومبيا كندخلها كنديها بهاد الطريقه كندخلها للفران، ولكن بما اننا دايين يعني غادي ندير معكم يعني وصفه اسيويه، بغيت نديرها على حقها وطريقها، لان الاسيويين كيقليو لومبيا ما كيطيبوهاش في الفران، حنايا يعني كنحاولوا باش انه نديرو شي شويه نتاع يعني كنحاولوا باش ناكلو صحي، بغينا ناكلو هذوك الخضار، بغينا هذاك الدجاج حتى هو بهاد التتبيله الاسيويه، وبغينا ناكلهم بطريقه اسيويه. داكشي علاش غادي نقليوهم كيف ما كيديروا لهم حتى هما، نخليو لهم الوصفه نتاعهم نخليو لهم يعني الوصفه نتاعهم في الصيغه نتاعها الاصليه صافي. فكندير واحد الحمام زيتي، شحال ما كانت عندنا الزيت كثيره وضروري ما تكون سخونه مزيان صافي. كنبدا كنقلبهم كنقابلهم حتى في القلي نتاعهم، ضروري ما كنقلبوهم على الجوانب كاملين حتى كيحماوا لنا وكيذهبوا. كتافقوهم كاينه واحد لاصوص يعني اللي كتبع سبيسيال نتاع لومبيا، كتكون حلوه حاره هذيك الشيلي صوص، ما كانش عندكم كتقضيو بهم كيف ما هما هكا وصافي، راهم كيجيو لذاد ومن اروع ما يكون. الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك ديروا ابوني لا باقي ما درتوهاش، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان عندكم اي سؤال او اي استفسار حول الوصفه فما تقضوش باش تكتبوه لي في كومونتير، وانا غادي نحاول نشرح الفكره من جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.